خريطة ديال هذه هي الخريطة ديال الخريطة ديال الحدائق العجيبة. هنا فين كاين فهنايا حدائق الأندلس، هنايا الحدائق ديال الأندلس. مجموعة ديال الحدائق، شنو ما الحدائق اللي كاينين في كاين حديقة؟ مجموعة ديال الحدائق في حديقة واحدة. كاين ديال البوليزي، كاين الصين، كاين آسيا، كاين البرازيل، كاين سافانا، كاين مكسيك، كاين البيرو. خلينا نمشيو دابا. يلا بسم الله. أجل دابا وصلنا لحديقة الكونغو. هذه الحق الحديقة ديال الكونغو. نمشي نشوفها وندور من هذه الدورة باش نوريهم الحديقة كاملة من هنايا. هنا كاين الماء، نشوفوا كيفاش ندوزو. كانت الشتي والبنات اليوم كانت الشتا. هانتوما اخوت كي داير هادشي واعر. هنا الا بغيتي تجلسي تصوري ولا تجلسي ترتاحي، وغنوريكم الجسر اللي غنطلعوا منه. خير تخرجي منه. يلا دابا غنخرجوا منها. دابا حيت كانت الشتا، شوفوا الماء دايرين هاد الحجرات باش ندوزو من فوق منهم. نديرو بالتمر ولا تاع السعر. هانتوما الخوت، هادشي زوين بزاف وكبيره. هي اليوم راه التقديم، راه ما قلتش لكم تاع اسماء بنت خويا، الصوت ديالها راه غيجيكم مختلف، ولكن غادي ندورو بنت الصغيره. نشوفوا هاد اللايس كاملين، هنا يمكن تحل شي، يمكن فيه شي الحيوانات. ان شاء الله نديرو شي فيديو ديال حديقه الحيوانات ان شاء الله. يا ودابا زوينه ياك عمتي، مخيره ما شاء الله. شوفوا الشجره كيف دايره هكا. والهدوء باش ديري فيديو الهدوء. هانتوما الخوت، كاين كيكونوا العقارب، كيكونوا الحنوشه، ولكن كيكونوا سادين اليوم. حتى هما ندير لهم شي مكان مخصص لهم. نمشيو ليه نوريكم. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو الاخوات، وتديروا ليه جيم، وتخلوا ليا شي كومونتير زوين. الله يجازيكم بخير، يشجع عمتي باش تكمل المسيره ديالها ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. هانتوما هنا البلايص، كل حاجه زوينه عجبتني وشفتها بعويناتي، الا وغادي نوريها لكم حتى نتوما ان شاء الله. هانتوما كما قلت لكم، اي حاجه عجبتني غادي نتشاركها معكم، ونخليكم حتى نتوما تشوفوها. الله ييسر يا ربي الامور. كاين الانواع ديال النباتات الاخوات، كاين هنايا كيحضرونا باش ما نلحوش. هذا البلايك التحضير على باش يحافظ الانسان. هنا الى الحنا الكرتونه ديال الحليب غنخلصو 50 درهم. 50 درهم. قشره ديال البنان تخلص على 30 درهم. سبحان الله. يعني راه يعني الانسان غير ما باش يحافظ على الحوايج مار. ما شاء الله كاينين شي حوايج اللي هما زوينين عندنا في المغرب ما شاء الله. شاد له هاد القصاب بحال اش داير. سبحان الله سبحان الله. هاتي دابا حيت خاويه، حيت كاينه كورونا، كاين شخص واحد اللي كاين من غيرنا حنايا. كاين فيها اتساع اصلا، مسافه بعيده باش دوري بي. الا العائله تاعتنا الحمد لله راه هما ماشيين سابقين. هانتوما هادشي زوين بزاف. شوفوا هنايا بلاتي، هنا النوعيه ديال الشجره. هانتوما ديال هاد النباتات، شوفوا الشجره ما شاء الله كي دايره كي داير. شتي شبينا هاد الشجرة أسماء، شوفوها شحال زوينة. هاجي أسماء، ما شاء الله هاد الشجرة شحال زوينة. كبيرة. لا قهوة زوينة ما شاء الله. شو دروكا في الشتا والمنظر كي داير، وفي الصيف كان غادي يكون راه بارد وزوين. الحمد لله ما شاء الله. نمشيو للهي ولا ندورو؟ غنمشيو من الهي باش ما نتلفوش.
طلب راسها كبيره. هانتوما كيما كتشوفوا شوفي هاد الشجيرات، شوفي هادو زوينين كيحمقوا ما شاء الله، وريحه الشجر عاطيه. ريحه الطراب البنات والنباتات واحد الريحه زوينه سبحان الله. هانتوما كنحاولوا باش نصور لكم كل شيء. هاد الشجرة هاتي بشي فيها أسماء، هادي شحال زوينة. نمشيو دابا نشوفو هاد الحديقة أشنو سميتها؟ جزر الأنتيل، الأنتيب ولا الأنتيك؟ أنتيل زوينة وفيها هاد الشي هانتوما. أجوا البنات تشوفو واحد، أجوا تشوفو هاد البلاصة اللي زوينة. هاجو نمشيو دابا ندخلو لهيه كيما كتشوفو مريم، بزاف الناس. انا هانتوما الشلال كيما كتشوفو عندها محمد ديالكم. حنا جايين نتفرجو على محمد واحد. شو هانتوما هاد الشلال شحال زوين، ها هو شحال زوين هادشي كيحمق. انا كاينين الناس ما بغيتش نصورهم فتعذروني. هانتوما هانتوما فما كاينش الضو بزاف خصنا نتبعوهم. عمتي اكشن يلا زيدوا هانتوما هادشي شحال جينا لكم الشلال من هنايا. كنت باغا نعمل لكم ما شاء الله شحال زوين. شوفوا الشلاله الخوت، شوف طلع على الشلاله عمتي. هادشي كيخلع، كنخاف تكون شي فعه ولا شي حاجه، هادشي اللي كيخلعني كثر. ولكن العلم لله واش غيكونوا ولا ما غيكونوش، ما نقدروش اليوم حنا. انا ما عرفتش مين ندوز، كاينين طروج. صافي مزيان يلا ندوز من هنا. عمتي يلا باش ما تلفيش ولا شي حاجه. تخافوش انا معايا البنات الكيد ولا سميتو صواح. يلا سير هذا رضا. صهيب ورضا الاخوات راه عندهم قناه اخوان ماشي اخوات يلا اجي نمشيو نشوفو شي حاجه قديمه وحاطين انا عندك معلومات عليها. ايه كيجيني قديمه هو، انا تنسرى خفت يكون هنايا حاطين شي عكره فهمتو. شوفو شنو هادشي، المآتير شوفو هادشي شحال زوين. هذا جبل الاطلس، جبل الاطلس كاين تداريس المغرب كنقراو في المدرسة. مين هبطو هادشي راه ديال التاريخ والجغرافيا. يحفر ولا اش هبطو ها حنايا كنخافو الله خوت حتى خايفين. شوفو شوفو من هنا السلام عليكم. في البلاصة ديال واحد البلاصة. اوه هادشي شحال زوين. ما وريتكم بزاف الناس كي حس بالراحه هنايا، خصوصا باش كتكوني انت مع عائلتك. الجسر فين هو الجسر؟ جسر لا اجي ورينا ليه. اجي واجي وكان شتا ها هو الجسر. فين هو؟ اجي نطلع من هنايا. اجي انا لا لا ما توزش من الغابر ما طير. نطلع الجسر انا اليوم ان شاء الله. فين هي؟ شتا هذا بقات كثر. هانتوما ها هو الجسر فوق منا خوتي. حنا ندوزو منا ان شاء الله، نديرو فيديو نديرو فيديو. وعمتي شتا كتعطيه منظر زوين اكثر. هاي دابا غتطلع عليه عندك يمشي يطيح ولا شي حاجه. لا فايتة طالعة في شجرة. يا ربي يا ربي يا الله يا أرحم الراحمين، الله يرحمنا برحمته يا ربي يا ربي يا ربي. عندك أي خسرت كاميرا و رينج لايت؟ وحنا دابا غندخلو للجسر كيما كتشوفو. مانقدرش أنا وليدي نمشي فيه. بلاتي بلا نطيحو نطيحو حنا راه مأمنينو مأمنينو بلاتي. انا ما نقدرش. هاجي اسماء
خايفه كنا مريضه هذا الشيء خايفه كنزرب وخايفه شكون اللي كيدير هكا ها هذا ما يلا بلاتي باش دز نديرو فيديو زعما الله تخافيش يا سيدي بسم الله عند ها انت راه شادينو مزيان شوفي زعما ماشي اه راه ضروري يتحرك حيت الجيت راه كيتحرك كيتحرك ها نتوما زوين ما شاء الله مكرهتش تكون كان معايا محمد الامين شتي قلت لك جيبيهم مكرهتش تكون كان غيكون فرحان دابا عقوب عمي غادي تشوفها ولدي هذا الفيديو ولكن عقوب المره الثانيه ان شاء الله ونجيب ولدي معايا ان شاء الله نجيبوك تفوجت انت ان شاء الله جديد عقوب دابا نخرجوا لهنا باش نمسوا الجيس الاخر نعاودوا نهبطوا دابا نخرجوا من هنا اش صوري من هنا شوفي اسماء شوفي شحال زوين واحد المنظر شوفوا يا خوت كي داير هذا الشيء ان شاء الله ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه باش توصلوا في اي جديد كتنزلوا عمتي في القناه ديالها شوفي 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 ما شاء الله كتحط الماتش شوفوا الشتا هابطه وهابطه علينا يلا دابا نهبطوا كيما كتشوفوا خايفه نلقاي شي عقرب ما كيكونش عقارب هنا ياك شوف هاد البلاصه اللي كتخلع عمتي راه عارف نتوما ما قدرتوش تصوروا واحد راسك اش هاد داير راسك اوليدي ها نتوما الخوش كيما كتشوفوا شوفوا شوف واو بلاصه شحال زوينه وكتزلق ها نتوما بحال هكا كتزلق صورني هنا صور رضا 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 الله رضا هو غادي يطيح عرفتي شنو دابا غادي لا 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 عفرضه عرفتي علاش ايزلق الضرب اكبر في العالم يا السلام عليكم ها نتوما كما كتشوفوا كاين فلاغ ها نتوما الغاز كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم بصح جديه هذا الشيء شحال زوين اخو كتحسوا واحد الراحه في قلبكم ما تصوروش كتصوروا عرفتي واحد الراحه في قلبكم واش كتشوفوا الربيع حداكم واش الشتا وقليل الناس اللي كاينين في هذا الجي في هذا لا ماشي كنشوفوا الجراد هنا قرابه 300 عام اه 300 هذا راه اتشارس التاريخ وري هذا من المئات التاريخيه 360 سنه البالغ من العمر قرابه 330 سنه يلا صور صور 380 سنه وهو كاين هاد شجره عملاقه كبيره وقطعوا بهاد هذا وحطوه هنايا انتم شي واحد جا في 10/11/2020 انتم هاد قرابه تبارك الله 360 حنا ما ضربينش 300 تبارك الله تبارك الله ها نتوما كما كتشوفوا بزاف الناس غيشوفوا هاد الفيديو